ناخد اللي بعده. ام محمد من الاقصر، السلام عليكم. اهلا السلام عليكم. اهلا السلام ورحمه الله وبركاته. ايوه يا دكتور، اهلا بيكي. اهلا بيك، الله يخليك. انا من بدري صراحه عاوز اكلم الدكتور. اتفضلي اتفضلي يا ام محمد. انا بص دكتور، انا ولا كانش عندي الضغط الاول، اول مره اتكلم اصلي على التلفزيون. ده انت منوره الشاشه كلها، ما شاء الله يخليك والله يبارك لك يا رب ويعليك دايما يا دكتور. يا رب بارك الله فيك. بص انا كنت كل ما اقيس الضغط الاقيه واطي الاقيه مظبوط. جيت في مره رحت لقيت كنت متوتره شويه ولقيت قلبي بقى يتنفض يتنفض يتنفض، وبعد كده رحت قست الضغط لقيته عالي زياده عن اللزوم. كام مره لقيته 169 على 95. طيب سن ستك قد ايه؟ انا 48 سنه. 48. طيب بس يا دكتور دلوقتي من ساعتها دلوقتي انا بص عندي فقره الرابعه والخامسه وعندي دواني في رجليا حاليا دوب بشتكي. اول حاجه الدوران بيجيني، العظم اللي جايني في العظم كله، مره اختناق في الوتر ده اخدت حقن، واخدت واختناق في ده اخدت حقن، اخدت 3 حقنات كورتيزون. خدت كورتيزون 3 مرات، كل ما لا مؤاخذه في رجلي اخدتها مره هنا واخدتها مره هنا وصابع يدي دوك حاليا في صباعي انا في يدي انا وباجي اجي ما ادريش. ما هو الكورتيزون ده ممكن اللي يكون علالك الضغط يا ست كل. دلوقتي الدكتور دلوقتي حاليا بيقول لي لا تاخديها تاني، انا في مطرح ايدي اليمين اجي امشي اجي ولا اجي اتحرك مش قادر احرك ايدي. ما هو حضرتك دلوقتي انت ما بتقومي من النوم الصبح ايديك بتبقى مكلبشه ما بتتحركش بسهوله. يا دكتور. طيب. وبلاقي في ترسيب، انا عملت تحليل سرعه الترسيب عاليه زياده عن اللزوم. احنا خايفين دلوقتي يكون عندك امراض روماتيزميه والدكتور بالعلاج اللي بيديهولك ده علاج مؤقت وقد يضرك في المستقبل. بس انت عملت دكتور انا حللت اتفضلي حللت روماتيد، قال لي ما عندكش روماتيد بس قال لي عندك نسمه روماتيزم. طيب سرعه الترسيب وفي حاجه اسمها السي ار بي والكلام ده، تقدر تتصلي بينا يوم الاثنين على البث المباشر افضل عشان نقدر نتكلم اكتر من كده؟ احنا محتاجين تلت ساعه نتكلم مع سيادتك. ماشي دكتور. يعني طيب دلوقتي بالنسبه للضغط اسمعني بس، اخطر حاجه عندك هي الضغط دلوقتي. الضغط انا باخد اسبوتين ريتات نص قرص 280. شاطره وجاب نتيجه كويسه الحمد لله. طيب انا هينزل هو بالاعلان بتاع ده وحضرتك تتابع على البث المباشر ان شاء الله. معلش خلي التليفون والمخرج ينزل لنا الاعلان عشان الناس، بس احنا عمالين نتكلم وبينزله احنا مشغلين. على طول بينزله. طب كويس كويس. حتى لو ينزله من غير صوت يعني ممكن ينزل الاعلان من غير صوت والصوت احنا شغال والله. طيب. الاعلان شغال على طول الفيديو يعني. طيب خلاص ماشي يا فندم. بارك الله فيكم. طيب ده تنويه لام محمد وكل الساده المشاهدين، يا ريت المتابعه، ده حاجه مخصوصه للساده المشاهدين.